التليفون ديالي ها هي الباسنيال ديالي في التليفون ديالي انا موتي جهوي في الجهاز اي مشكل ديال الجوده ولا شي حاجه مرحبا اتصلوا بيا مرحبا ما كاين مشكل هذا من جهه من جهه اخرى كنشكر المتدخلين جدي شرطوا واحد الشرط اللي جيت مهمه الاحتفال الحقيقه باليوم العالمي للمراه احنا مجموعين هنا اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمراه ولكن انه شنو هو لو تيم شوزي باغ لو كوميونيتي انترناسيونال بوغ سيت اني لا 2017 فالموضوع اللي اختارته المنظمه العالميه هو انه التصغير السليم هذا السنه هو يوم عالمي حيت كنقولوا عالمي جميع انحاء العالم كيحتفل بهذا اليوم هذا هو 22 مارس من كل سنه وكل سنه كتختار واحد الموضوع هذا الموضوع ديال السنه هو التصغير السليم الوطن الحر هو الوطن الحر هذا الاختيار او هذا لو شوا ديال هذا الموضوع ديال هذا الموضوع ما جاش عبثا فغير السليم مش حال هذه قلنا كنا كنعرفوا المغاربه كاني بانه هذا لو سيرفيس كان جامعه البحرين كلفه به فكنا كنمشيو كاولي الى ولا المدينه ولا ولا القرى ولا سميتو فكنا كنتفرجوا في الكابوس ولا شي حاجه وسمعوا لي كنهضر بالدارجه بالعربي باش نتواصلوا بطريقه بغيتو نهضروا بالعربيه الفصحى نقولوا لكم العربيه الفصحى الدارجه هذا باش كاع لحقاش هو موضوع جديد مهم وإلا ما هضرناش بهذه الطريقه هذه ما غيوصلش لحقاش العالم كله دابا بدون استثناء كيهضر على الوضع الحر على التطهير السائل والمعالجه ديالو لاحظتوا ان سيدنا منصور في اي مشروع ديال التطهير السليم كيمشي كيتشنو بيديه دونك لما له من ضروره قصوى على المجتمع المدني وعلى المحيط ديالو اذا العرض ديالي كيتمحور على هذا الموضوع هذا ديال هو التطهير السليم ديال هو الرحمه اتصلت غادي نطلقوا ان شاء الله اليوم سير الصرف الصحي على المستوى الوطني هي الاستراتيجيه الناسيونال ديال مجال التصميم البرنامج الوطني للصرف الصحي حاصلة الإنجازات ديالو الأكثر هنا تقولوا لي قلتي لنا بأن هذا التصغير الصحي هذا الوطن الحر كان يمكن به الجامعات ودابا المكسب غادي نقول لكم أسباب النزول علاش ولا المكسب هو اللي يمكن به في المغرب تطلعوا عام المكسب الوطني في هذا الموضوع ديال التصغير الصحي وشروط تدخل المكسب والإكراهات اللي تلقيناها حقيقة في إذا الصرف الصحي هو جوج من شركات توزيع المياه ما يمكنناش نقولوا بما تصريح لي شروط وحده ونقولوا التصغير الصحي وحده والوطن الحر وحده فهي دورة مائية كنجبدوا لنا